مساء الخير يا فندم. إزازة نبيت أحمر. حاضر حضرتك المدام. مساء الخير. مش تقول برضو ان معاك المدام يا اسماعيل كده برضو يا اخي تجيبني عزول؟ لا ابدا، ما تقولش على نفسك كده، ده انت تنورنا. شريف فهمي واحد من اعز اصدقائي. المدام مساء الخير يا هاني. اهلا. هات لنا كاس تالت لو سمحت. حاضر. ملوش لزوم يا اسماعيل، انا مش هشرب. معلش هات كاس احتياطي. في صحة ليلة حلوة. صحة. طيب عن إذنكم. على فين؟ محتاج أروح الحمام. دقايق وراجع. المكان حلو قوي هنا مش كده؟ دي اول مره تيجي هنا؟ ايوه. اهو ده بقى من احلى الكازينوهات اللي هنا في مصر.